محمد، ندمت ما قبلتش على الترجي في وقت من الاوقات؟ لا ما ندمش، اللي كتبوا لي ربي هذاك، لكن ما تشوفش مسيرتك كانت تكون خير لو كان لعبت في الترجي خاصة بوتاتر دوليا؟ خاصة دوليا، انت تعرف بوتاتر. نحبك انت ايه تفرج. علاش قلت لي خاصة دوليا؟ ايه خاطر علاش ما الاسبيرانس تبرد؟ مش ليه انا سالتك سؤال، لا انت سالتني انا جاوب. هذا قلته بناء على الكلام اللي قلته انت قبل، وانا ما نحبش نرجع له معناها، لا لا فهمت؟ ما قلتش انا، لا لا ما لا قلتش لا انا، لا قلت سلامي ايه قال، سلامي قال. لا برشا، حتى جمال امام كان في بلاصتك، قال اي زياد الجزيري، قال رياض ابو عزيزي، قال كل قالوا. الناس كل تعرف. الناس كل تعرف. لا يا دي اسمع، راه ديما شوف شوف والله رو رغم نحن ديما انا ما مش انا ما نحبش الاكل الحزيزات الزايده اللي في ديما في الدربي، انا راني ديما نقول ساعة يبدو يكلموك على الفيسبوك ولا كذا ويبدو يبعثوا لك ونعمل واحنا ونكرهو، يا ولدي يا غدر ماني الجمهور، انا باش نسب، انا ماني الجمهور باش نسب الاسبيرانس ولا نسب السياسات ولا ليتوار ولا نسب بنزرت، يا ولدي انا راني جوار، انا راني نحب بنزرت ونحب السياسات ونحب ليتوار ونحب الاسبيرانس تربح، كي تبدا تلعب مثلا الكلوب والاسبيرانس نحب الكلوب تربح الغدوه في الافريق تشجع الاسبيرونس في الافريق تونس تلعب، ايش يهم راني يكذب عليك اللي يقول لك، يا ودي انا عندي مخ زاد ربي خلقني يميزني على على العباد بمخ سبحان الله واحد رزين، انا جوار ماذا بيا، انا ماذا تبدا تونس تلعب حي تبدا جوار جمهوري متعصب، انا اخويا تبدا مثلا تلعب انا اي حتى بدو ضد الكلوب ماذا بيا الكلوب تربح وبسكور، فهمت؟ كنت تلعب ضد باجي ماذا بيا باجي تربح وبسكور، تلعب ضد استاد ماذا بيا استاد تربح، تلعب البرة انا في مصر ونشجع في الجزائر. هاي الجزائر اقرب لي من مصر. باهي محمد، كنت في ثلاثة مناسبات ظهر لي قريب باش تمشي للترجي، قابلت سليم شيبوب، قابلت عزيز زهير، وقابلت حمد المدب، والثلاثة ما خطفوش. فما حاجة ما يعرفوهاش، أنا وقت مع حمد المدب أنا جاني سي طارق ضياء وطلعت كلمني بدرة وجاني بدرة عزني بالكرهبة ومشيت لدار سي طارق ضياء وقعدنا وفطرنا وقعدنا وتفهمنا على كل شيء في سيدي بوسعيد أوكي وتفهمنا على كل شيء، أنا ما ذكرتهاش حتى مرة دي وقعدنا ورجل نمور ومتخلق ياسر كوارجي متخلق طارق ضياء ياسر اخويا انا راني لا نتبع السياسه، انا نحكي على الشخص كيف ما هو يرحمه حتى تبع السياسه وامورك، اش بك زمت لك هيك تقول لا 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 مو فما لا فما تاويلات يا بدي، شوف انا ما عندي حتى حزب، عندي حزب طارق كرامجي قبل ما يكون سياسي ايش عندنا فيه حزب واحد تحب يقول لك تقوله لك لا اله الا الله محمد ايش قول لا انا سلفي تو كنت اسمع سلفي يقول لك واش بيه هذا هاك شوف فيها اسكت حتى الواحد المريول هما في مرخوانا قال ما نعرفهاش لما على بعث لي الاخر مش في الميساج قال لي هذيك راه ما قلت ما نعرفهاش انت تكيف انا اللي فهمت تو لكن خويا كل حاجه ببلاصتها. باهي علاش قلت لي قابلته وما تمتش الحكايه على قضيه قبل ما شو استاد تونيزيا انا نزلت ست شهور ساعتها سي محمد درويش قال لي ساعتها طالبين 400 500 مليون سوا في وقتها هو عطاهم 200 يعني قال لهم الراجل خارج ثلاثة شهور اخرين يخرج ثلاثة شهور قال لهم نجم صحاح له تاويك فما ما صارتش ودخل فيها طرف انترونور قال جاني قال لي انا خويا راني انا كلمتهم عليك شو انت كلمتهم علي انا انت قلت قاعد على الطوش وين الكور انت تكور شكون المدرب؟ ايه سمنا فيه نقول اسمه ولا ما تقول؟ قول كي تقول لك اي ولا ما نقولكش اي ولا قول قول انت تقول لي ايه ولا بتات راي قول فريد بن مقاس هذاك هو هو حرمك من تمشي للترجي حرمني حرمني يا ولدي هذاك كش كاتب لي ربي ما قال لك انا كلمته عليك لكن هو قال لي هكا تكستو قال لك انا كلمته تكستو قالها لي هكا اسمع ما دامني حي نجم نواجه اي حد لا نكذب نكذبكم يمكن على الوالده وعلى مرتي حد اخر ما نكذبش عليه حتى كان كذبت مره نستنى نطلب منهم اسماء اوكي معناها ما كانش عندك مشكل تلعب في الاسبيرونس ما عنديش مشكل علاش ما عندي مشكل شوف شوف الانتماء حاجه والخدمه حاجه مريقل برشا من كلوبيستيه يلعبوا في الاسبيرونس والولاد وبرشا مكشخين ولو في الاسبيرونس والولاد ولو في الكلوب والولاد
وعلاش الجمهور يسب هذيك امورك، اما انت مسؤول ما عندكش الحق ولا جوار باش تنقد جوار مشي من جمعي لجمعي. انا ضدها جمله. وقت اللي وليت ليبر بعد 3 شهور علاش ما مشيتش للترجي؟ وين مشيت ساعتها؟ تسال فين؟ مشيت للاسماعيلي. مشيت للاسماعيلي. اوكي. علاش ما مشيتش للترجي؟ اي الاسماعيلي خير. ما عاودوش طلبوك ترجي؟ ليه ساعتها كملت عام اخر مع استاذ. زدت جددت عقدك؟ اي خويا ما عادش تحب اسمع. تعبت من واحد ما عادش النجم نضحي بعصابي وكل مره وانا عركه على حق كل واحد ولا حق تو نضيف وصول مسخ نضفه تقلبت اي وقت. يا خويا عاد وليت انا ساعه من وقتها وليت نحسب. باهي محمد.